بيان متطوعين الهلال الأحمر الليبي فرع بن وليد بشأن احتجاز إخوتنا المتطوعين بالأمانة العامة للهلال الأحمر بمدينة بنغازي. نستنكر ونجب نحن متطوعين الهلال الأحمر بن وليد ما تعرض له زملائنا الأستاذ رجب العوامي والأستاذ أحمد المجرحي الموظفين بالأمانة العامة والمكلفين بعمل الإنساني في صلب عمل الجمعية من احتجاز لحريتهم دون وضع أي اعتبار لطبيعة عملهم الإنسانية البحتة ودون مراعاة للقانون. ونحن بدورنا ندعو الجهات الأمنية المختصة بالكشف عن الملابسات المسببة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.